صالح شو اسمه سكيلينج بهي، يعني هو عندك نص، عندك مافيس نص، هذا واحد صح ولا؟ يعني هذا لان عرضه واحده راح، يعني هو كان هنا مضبوط، معناته من ناقص نص للنص، فمعناها تو شنو يعطي هو الفورير بتاعه؟ اثنين على اوميجا في ساين على نص الاوميجا بالضبط صح ولا؟ وتو شو صار لها تو؟ هو شفت صار لها تحرك ولا؟ تعال شوي عندك معناها هذا دي اللي شفت بالنص ترى يبدا نص ناقص نص وزيد نص زيرو، معناها هذا واحد. احنا لا لا مش بالنص نبغى خلونا شفت من هي قديش نبغى تولي؟ النص نبغى تولي اثنين، احنا نبغى اثنين ولا؟ معناها بزيدها واحد ونص، واحد ونص وزيدها نص يعني اثنين، وواحد ونص وتنقص منها نص تعطي واحد، معناها شفت بمقدار يمين بالواحد ونص صح؟ فعرفت انها شفت في التايم دومين، معناها شنو في الفريكونسي دومين؟ ضربه في الاكسبونيشن ولا؟ معناها اثنين على اوميجا في ساين النص اوميجا في اكسبونيشن ماينس جي واحد ونص اللي هي 3 على 2 اوميجا. باهي لكن انظر فيها تقريبا في الموجب لما اللي بنضيف نزيد يمين. لا 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 صار 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 فوري سيريس وفوري ترانسفورم مش هي عملة واحدة. إذا كان أنت عرفت أن فوري ترانسفورم شيفتنج في التايم اكسبوننشال في الفريكونسي بنفس الإشارة ولا؟ إيه نفس الإشارة. باه. طيب شو ما زلت بتاني؟ هو المربع الثاني شو الفرق بينه وبين المربع الأول؟ مثلث في المثلث هذاك الصغير. خلينا نديروا مثلثات، نديروا مثلثات، خرج نبغوها بس. نفس الشيء غير صاير شفت اكبر مضروب في السالب، نفس بالضبط غير شفت اكبر مضروب في السالب. بقى معناها خلني على طول بقى خلني على طول، معناها بتقول لي ان هو اللي هو هيك من 3 ل 4 من 3 ل 4 كان وين؟ كان في النص هو ولا؟ في النص شو اللي خلاها تولي 4؟ 3 ونص 3 ونص 100 100، معناها 2 على اوميجا في ساين النص في الاوميجا في اكسبونيشن ماينس جي 3 ونص اللي هي 7 على 7 على 2 7 على 2 اوميجا مضروبه في الناقص مضروبه في الناقص هذه نبغاها وهذه نبغاها وتو شو ما زال لنا تو هذه وهذه لا صح ولا لا؟ تعال نشوفوها الاولى هي المثلث هذا ادواتي طول المثلث هو كان المربع هذا بعد ما تكمل ولا صح هو معناها شن دير له هذاك قسم على جي اوميجا في جديد ولا معناها 2 على اوميجا في ساين شن اسمها يا اوميجا لا على شنو جي اوميجا هذا بتاع شنو دوا هذا مربع ايوه فهنا شن يبدا 2 على جي اوميجا سكوير في ساين اوميجا كويس هو بقى شو الفرق بين هذا وهذا تو؟ هذا وهذا فرق او شيء الميل بالسالب ولا؟ لكن ما زالت في حاجه ناسينها احنا ما زالت تضربه في النص الميل بتاعها الميل ايه صح الميل سي 2 ولا؟ ضربة النص بتاع الميل فمعناها شنو يبدا هيك؟ 2 على 2 على 2 جي اوميجا سكوير ساين الاوميجا او ساين الاوميجا على جي اوميجا سكوير ايوه تو هذا المثلث هو خيره ضرب السالب نفسه لكن داخل المين معاه سالب ولا؟ وصلنا شفت وين قديش شفت مختاره؟ اذا كان هذه اثنين اذا كان هذه ثلاثه معناها هذه في السنتر ولا؟ اثنين ونص اثنين ونص معناها محركه مقدار اثنين ونص على اليمين معناها تو شو ما نقله؟ نقله هذه تنقيله ولا؟ الميل نفسه لا 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 الميل نفسه الميل نفسه الميل اثنين اه اثنين اثنين اه انا ما قعدت اشبح عليه الميل اثنين ناقص اثنين ناقص اثنين ناقص اثنين ولا؟ بقى معناها تعال معي يعني اول شيء هو معناها بينضرب في بدال ما هو نفسه ماشي ينضرب في النص تو ينضرب في اثنين ولا؟ معناها شو تبدا اربعه ولا؟ على جي اوميجا سكوير في ساين الاوميجا
صح ولا؟ وصلها شفت مقدار قداش هي؟ 2.5 مش اوميجا بس اوميجا تعال نشوفها تعال نشوفها ها؟ فنص جنب الاوميجا نص لان هو مربع صغير قطره مربع مربع المربع المربع الديوريشن بتاعها واحد معناها صح نص اوميجا بعدين قد اسهل شفت مقدار قداش؟ 2.5 معناها اكسبونيشن ماينس الجي 2.5 2.5 اللي هي 5 على 2 5 على 2 اوميجا في سالب في سالب ميلا سالب اهو خلاص هذه نبوها مجموع باهي عشان ما زال ثاني صغيرة ايوه هناك هو عرضها 2 ولا؟ عرضها 2 معناها ما عادش فيه القسمة نفس ذوق الغصة هو فورير ترانسفورم لها اكس اوف اوميجا راح تو اكس اوف اي تي سكيلينج بمقدار ايه حتكون واحد على مقدار ايه في الاكس اوف اوميجا على ايه هذا فورير ترانسفورم كويس لا بعد تعال تو شنو سوالك انت تو حطيت لك هذه قدامك وين سوالك خلاص المفروض معناها تضرب في واحد على ايه احنا بدناش هو وين السكيلينج اللي صار لي شافته؟ هو المربع هو مش من واحد اثنين هذا مربع ايه هو خلاص هذا من نقص واحد لواحد لا معناه الديورشن بتاعه واحد لا مش معناه هو الديورشن بتاعه واحد انا شنو كنت درنا السكيلينج مش هو الديورشن بتاعه واحد مش هو الاثنين زي المربع هو كويس صح؟ ايه معناه درنا السكيلينج ولا كويس معناه مفروض خلاص معناه مفروض تبوف واحد على قيمة ايه؟ انت احكي سلاحة يا واحد على احنا سنة هو ورا واحد نسينا واحد على القيمة المطلقة لي ايه في الاكس اوف اوميجا لي وانت بكري ايش المفروض ناقص يا ولا اوميجا على ناقص يا ولا انا اسمع هذه ساينات عرفت كلهم دي في ساينات عرفوا ها هذه برضه ايه يعني ما تدورهاش بكل لكن وين الفكرة الفكرة انه في القسمة على ايه هذه كمان مش ما درناهاش عرفوا فمعناها هنا سكيلينج بمقدار قداش هو؟ في قسمة ليه؟ هذه من فورير ترانسفورم خاصية عرفت خاصية بروبرتي هي التايم سكيلينج بروبرتي بكري لو تتذكر مثلا لو ناخذوا نفكر مثال عليها بكري لو نقولوا مثلا ان اكس اوف تي تساوي مثلا 3 في دلتا اوف 10 تي تو انت في جدول ما عندكش دلتا 10 تي ولا؟ عندك دلتا تي بس صح فانا بجي تقول لي والله دلتا تي الفورير ترانسفورم لها يعطي واحد صح لا؟ باي دلتا 10 تي شو معناها انت؟ اذا قلت لها سكيلينج بمقدار 10 فهمت فكره كيف؟ انا بقول واحد على القيمه المطلقه ل 10 هي اللي نسيناها بكري في شنو؟ في الاكس اوف اوميجا ل 10 معناها قاعده نفس الواحد فردك جاتك واحد ل 10 هذه نسيناها معناها تو سكيلينج من قدام مقدار قداش انت باش قلت لها هيك؟ مضبوط روح على 2 ممتاز واحد على 2 هذا في واحد على اثنين حتى هذا نفس المربع له واحد على اثنين وين ثاني خلاص خلاص اللي بعدها يدوخوا الواحد ما هم هم البروبر هم تعرف شو نسأل البروبر ده كلهم مع بعضهم بتفكرنا كل واحدة بتفكرنا فهمت فهو انت بتجيبها باستعمال البروبرتيز انت ما تبيش تكامل انت ولا تحسبها لو انت كامل تحسبها صح طويله لكن ستريت فورورد ولا لكن ده قصه وايد ان بعدنا قلتوا ان هو نعرفوه قلتوا هذا احنا نعرفوه هذا الاساس هذا اللي نعرفه هو مش الناقص لا 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 تأكد ما حتطلع نفسها اكيد فعلا دكتور يعني هناك سيلة تي
متعود والقيمة متعود 2 ساين اوميجا تي على تي على اوميجا تي ونص الاخير هو ما شفتهاش لا نص الاخير ما كل شيء ماشي لا 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 ارقيقا شوفها ما ارقيقا شوف على الموضوع بروبرتيز انا تعال قول لي شنو السؤال ترى تي نص ترى خليه يقول عارف شنو هي ترى اللي هي تقول اللي هي الحاجه اللي تعرفها انت من غير ما نبيش نكمل انا هي المربع من ناقص تي لا تي من ناقص شنو تي نو من ناقص تي نو التحويل بتاع عندنا تي نو هيك واحد اسمه ماشي التحويله بتاع بنص اوميجا تي نوت هو الزين على اوميجا وحصار ايه هي المفروض تي نوت هيك يا تقريبا هذه لازم منها في السكينه لازم تي نوت قديش يختار ها خلاص خلاص انت بتدير واحد على تي نوت تضرب في اثنين تضرب في اثنين تقول يا يعني ما تقول لي نص مش اثنين مع اثنين هذيك طبعا شوف معي شوف الفرق بين هذا وهذا هنا التينوت قيمتها واحد ولا لما التينوت قيمتها واحد بعد مرتين على اوميجا ساين الاوميجا ولما التينوت قيمتها نص شوف السلايد عندي 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 السلايد شوي مرتين على اوميجا في شنو ساين نص اوميجا تأكد من السلايد. ما هي هذه عرفت شو صاير أنت. مرضية. أنت ولا كأن حفر تو فهم. أنت عندك أحياء وبتجي كم دقيقة. أنت بدأت تحفظ يا معاشر ما قد كنت تفهم أمور طيب علمتها. عندك أحياء وتو طبق تو الحاجة طلعت مشكلة هي بتاعت السكيلينج الراجل لا ما صح. وانت تو لما جينا هيك يقول له هذه تو الستيت اللي عندك اللي هي الثابته ومن خلالها بتجيب الثانيات ولا ايه مثل هو صح غير احنا حتى الاوميجا اللي برا الساين المفروض نحاول نحط كان اوميجا هذا 2 ولا اللي برا الساين ايوه صح هذا جاب صح 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 سكيلينج مظبوط الكلام معي شني انا روحت على ايوه لا لا ممتاز لا لا مظبوط صح هذا تو انقذنا من نقعد ونشتق وندير ونطلع المشكله وين فا ايه اكس اوميجا ل ايه معناها تحول كل ايه كل اوميجا ل ايه معناها هي شنو صارت صح؟ معناها هي في نص صح ولا يمشي فهمت كيف؟ معناها فعلا النص هذا يمشي مع النص هذا اللي هو فيه ليه؟ اوميجا اوميجا النص هذا يمشي مع النص هذا هيك كويس هيك انت فهمتها وانت فهمتها لا ماشي في نص خلاص ميني راح خلاص ماشي ما زال مالك ما زال كتاب صور زي المضمون هي نفس نمشي السؤال اللي بعده بلاص يا اي لا بلاص تو سؤال لا سوره ها